كابتن صالح سليم رغم العلاقة الخاصة جدا واعتزازي جدا بعلاقتي وصداقتي بالكابتن صالح سليم، لكن ليس هو الباني الوحيد للنادي الأهلي. مش عايزين نصل إلى هذه النغمة. أرجع بيك لمسألة التقسيم. الأهلي جه الفريق مرتجي برؤية، قرر أن الأهلي في الجزيرة لن يسع في المستقبل أعضاء، فخد أرض في مدينة نصر. وبعد الفريق مرتجي ما ابتعد عن النادي الأهلي، عن رئاسة النادي الأهلي سنة 80، وجه صالح سليم، فصالح سليم كمل إجراءات الأرض. كابتن صالح سليم قعد سنة لغاية 88، وبعدين قرر أنه يبتعد. جه كابتن عبد الصالح الوحش، حارب من أجل هذه الأرض. وجه صالح سليم وكان بدأت اتبنى السور واتبنى كل حاجة، وجه كابتن صالح سليم كمل وبنى، بنى حمام السباحة وبنى المبنى الاجتماعي وبنى عدة ملاعب. وجه بعديه كابتن حسن حمدي كمل، وجه المهندس محمود طاهر كمل. كان كابتن صالح خد الأرض في الشيخ زايد، وجه كابتن حسن حمدي استلم الأرض وبنى السور وبنى الأكاديمية الأهلي. بالمناسبة عشان بس ردا على الكلام الذي يقال، النادي الأهلي في الجزيرة لسه مفهوم في الشيخ زايد لسه مفهوش مبنى اجتماعي، عشان نبتدي نتخانق على مين اللي بنى المبنى الاجتماعي. دي كانت أكاديمية الأهلي وتحولت إلى مكاتب للمديرين. عايز أقول لحضرتك بقى الفتنة انه محمود طاهر المفتري بيقسم الاهلي وبيزرع الفتنه وبيقول انه في اهلي هنعمل اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر. وان اللي بيردد هذا الاتهام هو الذي يصنع الفتنه، وهقول لك ليه. مجلس الاداره شايف ان عضو الاهلي هو عضو الاهلي، سواء انت قاعد في الجزيره، قاعد في مدينه نصر، قاعد في الشيخ، قاعد في الشيخ زايد، اسمه عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي. مفيش أي فرق غير في حاجة واحدة بس، إنه في مقرين للنادي الأهلي، الجزيرة ومدينة نصر، وفي فرع للنادي الأهلي هو الشيخ زايد. الشيخ زايد، فهي في ناس تقعد تتريق على ده وتقول طب ليه بقى نعملش الجمعية الخاصة على 3 أيام بدل يومين، يوم في جزيرة ويوم في مصر ويوم في الشيخ زايد، ولا الشيخ زايد دول ما لهمش حق ومش عارف نوع من السخرية يعني. ده كان في برضه من الناس اللي بتقولك أصلا هم ما لهمش حق إن هم يصوتوا ولا يحضروا من الأساس. فأنا عايز أقول لك إنه الشيخ زايد لا يزال فرع. نعم. لسه مش مقر للنادي الأهلي، هو فرع للنادي الأهلي. إيه الفرق بين الفرع والمقر؟ والمقر. المقر هو الذي يمتلك أعضاؤه كل الحقوق المتاحة للعضوية العاملة في النادي الأهلي. ده المقر. يعني لو أنت حضرتك عضو في الجزيرة أو مدينة نصر، أولاً تقدر تخش الجزيرة، تقدر تخش مدينة نصر، وتقدر تخش الشيخ زايد، وتقدر ترشح نفسك في الانتخابات، وتقدر وليك صوت، وتقدر تحضر جمعية عمومية. ده العضو العامل المكتمل العضوية. ليه الشيخ زايد لا يمتلك كل هذه الحقوق؟ لأنهم سددوا رسوم أقل مما سددوا الأعضاء في الجزيرة ومدينة نصر، ووفق القانون يظل متاحا لهم أنهم يستكملوا هذا الفارق المادي فينالوا بقية الحقوق. أعضاء الشيخ زايد راحوا لجأوا للقضاء علشان يشاركوا في الجمعيات العمومية. هو قال لك ايه في القانون وفي لائحه النادي الاهلي، سواء لائحه الكابتن حسن حمدي او لائحه المهندس محمود طاهر، ان عضو الفرع له كل حقوق العضو العامل داخل فرعه. يعني عضو الاهلي في الشيخ زايد له كل الحقوق ولكن داخل الفرع. لكن داخل الفرع ما كانش في نص في لائحه الكابتن حسن حمدي على انه يشارك في الجمعيات العموميه او في الانتخابات. هم رفعوا قضية ولجأوا للقضاء، القضاء حكم لهم ان هم يشاركوا، وانا شايف انه ده منطق عادل. هتسألني ليه؟ هقول لك انا عضو في الشيخ زايد مثلا، انا مش من حقي اخش الجزيرة ولا حقي اخش مدينة نصر،
انا ما دفعتش زي الباقيين، فانا بستمتع بكل مميزات العضويه في الشيخ زايد. زايد لكن من حقي، سيبك بقى من القانون، انا مش راجل قانون، هو مجلس الاداره مش هو اللي بيدير الشيخ زايد؟ نعم. مش اللي هتختاره الصناديق هو اللي هو اللي هيحدد اذا كنت هعمل بسين ولا لا، وهعمل ملاعب ولا لا، وهعمل مباني ولا لا، وهعمل بطولات ولا لا. طب يبقى انا من حقي اختار، اشارك في الاختيار، من حقي يبقى ليا صوت. ده اللي حصل. لما جه النادي الاهلي بيفكر يعمل الجمعيه العموميه في 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 مكانين، في الجزيره ومدينه نصر، اولا اتحدى اي مخلوق يجي يقول لي ان مجلس اداره النادي الاهلي قال عضو الاهلي في الجزيره وعضو الاهلي في مدينه نصر. لم يحدث. يعني مفيش تفتيت يا دكتور؟ هو عضو الاهلي واحد. ده انا بقول لك انا بسهل على الاعضاء. لو انت عضو الاهلي يا سيدي، عضو من 70 سنه في العضويه، يعني معناه انت كنت طول عمرك في الجزيره وساكن جنب مدينه نصر. اتفضل. طيب احنا عندنا تقرير مع الاستاذ اسامه سامي مدير مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، هنطلع